احتفل سكان مدينة إيريبا التابعة لإقليم وادي فيرا احتفلوا بالذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية، وذلك بحضور حاكم الإقليم الجنرال محمد ليو تنقل. آدم حسن المكان. الذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية كان لها طعم ونكهة خاصة بمحافظة إيريبا الكائنة بإقليم وادي فيرا. صباح الأول من ديسمبر لم يكن يوما كغيره من الأيام بمدينة إيريبا، حيث خرجت المدينة برمتها للاحتفال بيوم الحرية والديمقراطية، اليوم الذي تكسرت فيه قيود الحديد. ولإعطاء المناسبة طابعا رسميا وابتهاجي، حضر حاكم إقليم وادي فيرا الجنرال محمد ديليو تنقل وعدد من الوفود الآتية من جميع مناطق الإقليم. وفور وصول الحاكم إلى ساحة الأمة تفقد الوحدات العسكرية، ومن ثم إكرام وتقديم الإجلال لقبر الجندي المجهول. وابتدأ الحفل بمداخلة كل من الأمين التنفيذي لمجلس الحركة الوطنية للإنقاذ بمحافظة إيريبا عبد الكريم سي، ومحافظ محافظة إيريبا صالح تجاني حجار، اللذان أشادا بالجهود المبذولة في تطوير البلاد بفضل هذه الحرية والديمقراطية. حاكم إقليم وادي فيرا الجنرال محمد ديليو تانجل في خطابه بهذه المناسبة أشاد بأهمية الاحتفال بيوم الأول من ديسمبر. أنا مبسوط كيف اليوم لمشاكل أنا لدول القاعدين الجيراننا كل قاعدين علينا اليوم مرتاحة ننوم ونقوم ونساوم. ده نشكر الله ونشكر رئيس الجمهورية ونشكر لقوات الأمن. كما دعا الحاكم محمد ديليو تنقل السكان إلى الوحدة والتماسك والتعايش السلمي وتقديم الدعم اللازم إلى جميع الوحدات العسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار. هذا وقد شهد الحفل عرضا عسكريا ومدني. وفي سياق متصل احتضن ميدان الاستقلال بمدينة فايا حاضرة إقليم بوركو فعاليات الاحتفال بعيد الحرية والديمقراطية وسط حشد كبير من المواطنين بجانب المسؤولين الإداريين والعسكريين. عاش أحمدك. الأول من ديسمبر لعام 1990 هو ذاك التاريخ الذي رسخ معنى الحرية والديمقراطية في عقول أبناء الشعب التشادي، وهذا ما يدعو إلى إحياء ذكرى، حيث احتفل أهالي وسكان إقليم بوركو كباقي أقاليم البلاد بعيد الحرية والديمقراطية في نسخته 27 بحضور حاكم إقليم بوركو وعدد كبير من مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ ومناضلي الأحزاب السياسية الأخرى بالإقليم. بدأ الحفل بعرض طابور الشرف للوحدات العسكرية بمختلف شرائحها، ومن ثم رفع العلم. وبعد وصول حاكم إقليم بوركو برفقة القائد العسكري للمنطقة 7، قام الحاكم بوضع إكليلا من الزهور على تذكار الجندي المجهول. رئيس اللجنة التنظيمية آدم وردقو قدم كلمة رحب فيها بالحضور لمشاركتهم في هذا العرس الكبير. حاكم إقليم بوركو داود حماد بشير أوضح بأن هذه الذكرى تستوجب وقفة تأمل في تاريخ تشاد، موضحا بأنه منذ تاريخ فجر الأول من ديسمبر لعام 1990 ليومنا هذا أخذت تشاد موقعا متقدما في مسيرة البناء والإعمار، وحظيت بمكانة عالية رفيعة في شتى المجالات، وها هي اليوم تواصل مسيرتها في النهضة المستدامة من خلال رؤية رئيس الجمهورية الذي يسعى دائما لتحقيق التنمية الشاملة.